حزب الله صار خلاف السوق يعني وبالذات صار القوات المسلحة. أنا ما أؤمنش أن القوات المسلحة ما تقدرش منها كل سنة وكل أسبوع يعني. ده هيمنع الغلاء اللي في السوق، ده هيوقف الغلاء لأن أسعاره كويسة مناسب. الأخبار قالوا لبعض، إحنا سمعناهم بيقولوا إن هم قالوا لبعض إن السوق اتحرق علينا السنة دي، والحمد لله أصلا بره برضه يعني الناس بره بدأت تنزل أسعارها. يعني العدس مثلا كنا نسمع إن 26 وكده، إحنا نزلنا عدس لحد 16 جنيه، يعني في 16 في 17 في 18 في 20، مفيش حاجة اسمها 26 وكلام من ده، انتهت خلاص. وأخذنا موافقة من المحافظة إن شاء الله، وعد من المحافظة إن شاء الله إن إحنا نعمل أسواق سبتة للشباب.